بص يا كابتن، طيب انا يعني انت سمعت لك تصريح عجبني جدا، وده يدل ان انت بتحب الخير للناس. قلت انا مش عايز النجاح اللي انا عملته يقف عندي. طبعا. وده كان دفعك ان انت تنضم لفريق كوسكوات اللي بيضم اكتر من 45 لعيب كمال اجسام، ومش بس كده بيرعاه طبعا الاستاذ اسلام قرطام عشان يخرج لعيبه تانية زيك. انت مش عايز النجاح يقف عندك، مش عايز انت تبقى بس المصري الوحيد اللي عمل كده. الاول خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا، لان مصر عشان زي ما قلنا بلد عظيمه فيها ناس يستاهلوا الشكر مننا. اسلام قرطام شاب، اعتقد ان هو مش محتاج ابدا يبقى منضم للفريق، ولا عنده فريق او اسماء او ايا كان، هو في غنى عن ده كله، هو راجل بيزنس مان وربنا يعني من فضل الله كرمه. بس هو اختار طريق ان هو يخلي ناس يخليه في ظهر ناس، ومصدق كمان ان هو يقدر يحقق انجاز ويغير خريطه مصر وفي الرياضه، ومحب جدا. انا اول مره اتقابلت انا مثلا اسلام قرطام كنا في 2016 واتكلمنا مع بعض عن شغفه لرياضه كمال اجسام، وبعدين قابلته في 2017 واتكلمنا عن رؤيته، وانا كان عندي اللي هو صح مصدق اللي بيقوله؟ يعني عندنا ناس مصدقه الكلام ده؟ عملنا اجتماع مع بعض في 2017 وقعدنا بنرسم احنا نفسنا نعمل ايه، وبسمع منه لان انا كمان قد ايه راجل مثقف وقد ايه راجل محب لمصر اللي هو عايز يعمل لها حاجه كويسه جدا، وكمان محب للرياضه بشكل كبير جدا. فما اقولكش انا رجعت من القعده بتاعته كنا في دبي، فرجعت فرحان جدا ان حد بيفكر كده، ان حد بيفكر كده وعنده الشغف ده وقاعد بيدفع، لسه ما فيش اي مردود مادي للي بيفكر فيه غير ان هو عايز يحقق حاجه لكل الشباب ويبقى في ظهرهم. المهم احنا في 2000 طبعا مرت سنين، يعني جينا في السنه اللي فاتت دي انا قلت له بعد ما خدت مستر اوروبي قبل اولمبي، فانا قلت له انا مصدق جدا اللي انت بتعمله، وانا نفسي اكون جزء من الموضوع ده، لان انا عارف ان فكره رامي دي لو بقت فكره وانتهت تبقى حدث ملوش اي قيمه، خاصه انت بتحب بلدك. ملوش اي قيمه، لان هي الفكره في النجاح انه يتحقق وراك، يبقى اتعمل منه سلسله زي فكره النادي الاهلي كده، لما تنجح فرقه ورا فرقه ورا فرقه وسنين ورا سنين ده يبقى النجاح بقى قيمته كبيره. لكن مجرد ان هي تبقى حاله عاديه بتحصل كل كام سنه، تبقى حالات فرديه ملهاش اي قيمه للنجاح. عرفت انت بتشجع النادي الاهلي؟ طبعا عرفت انت بتشجع النادي الاهلي. يعني فاحنا السنه دي قلت له احنا يعني انا نفسي اكون موجود معاك في التيم، لان انا مصدق جدا اللي انت بتفكر فيه، وانا مؤمن ان احنا نقدر نعمله، وخصوصا ان انا نفسي كمان ارفع السنه دي الساندو يا رب. وانا لا ده كمان 2020 قبل ما اروح قلت له انا نفسي ارفع الساندو وانا معايا تيم مصري خالص، وفعلا ربنا اراد يعني الحمد لله. طبعا يعني في التفاصيل بقى المهمه اللي بتخص الرياضه، شغفه ان هو عايز يحط الرياضه فين في مصر على الخريطه العالميه. هو اقتحم مش بس الرياضة في مصر، راح أمريكا وراح بص هنا وراح ستريت ورك اوت، هو رئيس مجلس ستريت ورك اوت، اللي هو اشتغل عليه وان هو دخل الرياضة دي مصر بكل حتة في مصر. يعني احنا دلوقتي هي فكرة ستريت ورك اوت ان هو كمان عايز يخلي مصر كلها تلعب رياضة ايا كان، في الشارع ليه رياضة العقلة والحديد وتبقى زي أمريكا بالظبط، زي روسيا وزي روسيا، وده اللي بيخليهم هم برضه فارقين عننا خطوات. صحيح ان الناس بتمارس، يعني انا ماشي في الشارع لقيت جيم المتاح، يعني مش جيم، هو عقله وبار ودنابل لايف ستايل، تبقى اللايف ستايل بتاعت الناس رياضه. وده جزء كمان من توجه دوله احنا عايشينها الحمد لله. السيد الرئيس دلوقتي قد ايه متحمس ان البلد كلها تبقى بتمارس رياضه طول الوقت. السيد الرئيس يعني ان شاء الله وعد بمدينه كبيره جدا وبتم فيها، ومدينه اولمبيه عالميه. انت كمان لو احنا كمان رحنا العاصمه الاداريه شفنا المكان، يعني عملاق عملاق استاد مصر اللي بيتعمل هناك، حاجه فخمه جدا جدا.